بمناسبة ذكرى تأسيسه العاشرة، عقد الائتلاف الوطني السوري اجتماعا موسعا مع مبعوثي دول أصدقاء سوريا، وذلك في مقره بمدينة اسطنبول. حضر الاجتماع كل من رئيس الائتلاف الوطني سالم المصلط، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، ورئيس اللجنة الدستورية هادي البحرة، ونائب رئيس الائتلاف للعلاقات الخارجية عبد الأحد الصطيفو، ومنسقو المكاتب واللجان، وأمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف، ومجموعة من أعضائه. فيما حضر من مبعوثي الدول ممثلون عن كل من واشنطن وفرنسا وهولندا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك والسويد وغيرهم. رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المصلط، وخلال الاجتماع طالب المبعوثين الدوليين بضرورة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأصدقاء سوريا لعزل النظام المجرم وتحريك ملف المحاسبة والضغط على حلفائه من أجل إطلاق سراح المعتقلين في أقبية فروعه الأمنية، وشدد على ضرورة دعم الانتقال السياسي، فمخرج كل الأزمات التي يعاني منها السوريون يكمن في تطبيق الانتقال السياسي. من جانبه الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة أكد على أن نظام الأسد لا ينخرط في العملية السياسية إلا للتعطيل والإعاقة، وأنه لا بد من العمل على إجباره من خلال الضغط على الدول التي تملك قراره، لا سيما روسيا وإيران. وفيما أوضح أن إيقاف المأساة السورية لا يكون بالمساعدات الإنسانية وحسب، بل لا بد من الانتقال السياسي، تحدث رئيس الحكومة السورية المؤقتة عن مأساسة العمل في الشمال السوري والجيش الوطني رغم صعوبات الحرب والقصف. وبالتالي تحملون مسؤولية كبيرة في إيصال سوريا إلى بر السلام. سليم إدريس منسق مكتب اللاجئين والنازحين أوضح أبرز مشاكلهم، وأن لاجئي لبنان وأقليم كردستان العراق هم الأكثر معاناة، وأنه لا بد من عدم إيقاف الدعم المقدم لهم وعدم السماح لنظام الأسد باستغلال قضيتهم وسرقة الإعانات المقدمة لهم بحجة توزيعها. كما أكد على ضرورة وقف حملات التحريض ضدهم، وأن إيقاف موجات الهجرة لا يكون إلا بإعادة الأمل للسوريين بأن الانتقال السياسي قادم. وفيما تحدث أمين سر الهيئة السياسية عن ملف استغلال الأسد لتجارة المخدرات وأساليبه في التهرب من العقوبات، وأكد على ضرورة وقف أي محاولة تطبيع مع نظام القتل، أكدت سلوى أكسوي على ضرورة وقف نظام الأسد وإرغامه عن وقف استثمار سياسة الاعتقال لإبقاء حكمه، وضرورة مقاضاته على جرائمه التي تحدثت عنها صور قيصر والمقابر الجماعية. وفيما تحدث منسق مكتب دراسات فراس مصري عن آلية عمل المنظمات وسبل تفادي ثغرات خطوات التعافي المبكر التي يستغلها الأسد لتمويل نفسه، تحدث الحضور عن استغلال الأسد لملف جوازات السفر والأوراق الرسمية الصادرة عنها. هذا وتعهد مبعوثو الدول بإيصال الرسائل التي حملها لهم الائتلاف إلى دولهم لمتابعة وتحقيق ونصرة حق الشعب السوري، وأكدوا على استمرارهم بدعم اللاءات الثلاث، لا للتطبيع ولا لإعادة الإعمار ولا لرفع العقوبات، إضافة إلى عدم الإفلات من العقاب لنظام الأسد.